وأنا أقول الخطر ليس في خطر الغلو والتطرف فقط، بل يقابله خطر الانزلاق والتساهل في الدين، وبحجة التسهيل على الناس انزلاق عن الدين، حجة أن الدين شديد وأنه فيأمرون الناس بالأخذ بالترخصات والأقوال الخاطئة، ويلتقطون من هنا وهناك ما يؤيد فكرتهم، فكل من الطائفتين يحاول إخراج المسلمين عن دينهم، هؤلاء من جهة الغلو والتطرف، وهؤلاء من جهة التساهل، يحاولون هذا. وهذا رأي الشيطان الذي هو قائدهم. قالوا إن الشيطان يشم ابن آدم، فإن رأى منه رغبة في الخير حثه على الزيادة حتى يخرجه من الدين بالتشدد والغلو، وإن رأى منه محبة للشهوات حثه على التساهل والأخذ بالشبهات حتى يخرجه عن دينه، فهو لا يريد الدين الصحيح والاعتدال، يريد أن يخرج المسلمين من هنا أو هناك. وهذا ما عليه دعاة الضلال الآن بأنواعهم، فرقة يدعون إلى الغلو والتطرف والتخريب، فرقة يدعون إلى التساهل والانحلال والأخذ بالترخصات الباطلة، وكلاهما موجود. ما الذي يحصل من هؤلاء إلا العلم النافع والأخذ بمذهب السلف الصالح والاستدلال بالقرآن والسنة على الوجه الصحيح؟ وإلا كل يزعم أنه يستدل بالقرآن والسنة، لكن كلام على الاستدلال الصحيح، وهذا لا يحصل إلا بالتعلم على أيدي العلماء الربانيين